ما لشعري دهاه صمت وعي حرفه الكان ذا ليان عصي رهبة الموقف الكبير غشته ليس يغني بيانه العبقري كلما قلت قد تأتى تأبى لفه خاطر ذهول حيي طاب في الخالق الرجا نعم ما تدرك الحجا لو أناخت ببابه وأطالته في الدجا يا ملاذا وملتجا في دجا الليل إذ سجى من دعا الله مخلصا من هلاك فقد نجا ولست بناس ما بقيت حياتي غرامية بين الخيف والجمرات بصرت به بين الخيام ودونه مخاطرة بالنفس والحسنات أطوف وقلبي حول عينيك طائف وأنت بصدري طائف الزفرات جدائل ليل فوق صبح منور إذا شمته ألقاك في الغمرات أفل سيوف الهند وهي حديدة ويقتلني غصن بغير شباتي شرقت بشربي زمزما شوق ريقه ولم يدري ما شوقي وما حسراتي فيا لك حسنا لا يمس وضوءه ويسلب مني الحج والصلوات وإن وقوفي إذ رأيتك حائرا وحم نفير الحشد من عرفاتي وحانت لقرص الشمس منك التفاتة وخدك مجرى أنهر الخصلات لك الشاخص التمثالي لولا انتفاضة سرت في فابيضت لها قسماتي فلولا أذان للعشاءين موقظ ولولا انحنائي أجمع الحصيات لأضحيت جذعا أو خيال مآتة يحوم عليه طائر الفلوات ألا أيها هذا الحسن إنك قاتلي فبالله قبلني قبيل مماتي وقد جئت من قرن المنازل محرما فأقبل وحرمني على الفتيات وضحيت لا ضحيت بالنفس ضلة وهل بعد زهق النفس من حسراتي قفا نبكي أطلالا لخولة واصبحي وسقي ثواء النؤي حبر دواتي وكم في منن والغول من متردم وحومانة الدراج والرقمات أيرضيك أني في الزحام مضيع وأنت ترك البدر في نغماتي ويا أيها هذا القد إنك جائر وإن كنت عند الوصف كالألفات ويا أيها هذا الخصر والصدر إنني وحسبي وإن قصرت في الكلمات فيا راحلا إما حججت فإنني مع الركب مهما سار بالدعوات كأني بين الفوج طيف غمامة تظللهم في تلكم العرصات فلي فوقهم عين تراهم رفيقة ولي بينهم وحي من الهمسات إذا لبسوا الإحرام كنت بياضه أو اغتسلوا استغرقت في القطرات كأني رذاذ الماء فوق وجوههم لدى القيض أجل القيض بالنفحات كأني ندى في الفجر مس جلودهم فأيقظها في هدأة وأناتي وإن شربوا من زمزم كنت راويا وإن سجدوا سبحت في السجدات وإن طاف منهم طائف كنت ساعيا أماما وخلفا منه بالخطوات وإنهم أفاضوا فاضت العين عبرة وتلك لعمري لحظة العبرات وإني بهاتيك الشفاه لقائل وإن بقلبي تلكم النبضات فلا يحسبن الفوج أني مخلف وأني حبيس البيت والحجرات فإني لفي هذا الفضاء مسخر مع الطير
أرعى الفوج بالنظرات، صبأت عن الحب القديم وشفني غرام جديد دب في الخلجات، وما كان من حلف الفجار فإنني نقضت سوى اسم الله في الورقات، وحررت نفسي من أذى شعب عامر وما بالحجون مروتي وصفاتي، ظمئت إلى نبع من النور أشتفي به من ضلالاتي ومن غزواتي، وأقبلت يهديني من الطير باسط ويقبض يثنيني عن الظلمات، يضم جناحيه إذا ظن ريبة ويخفض عند الأمن في الخلوات، كأني ربيء القوم من وفد جرهم يهب لزجر الطير مرتبئاتي، فأغدو وأعدو والحصى تحت أخمصي سعير وحزاز من الوخزات، كأن الجبال السود حولي هوامس أمامك إن الماء عذب فراتي، فأتهمت في واد وأشرفت من عل لدى خير ورد عند خير سراتي، وأبصرت إسماعيل في حجر أمه عليه سلام الله في الصلوات، وجبريل في الأرجاء بين رفاقه يلبي ويدعو الله ذا الرحمات، فأيقنت أني أصدق الناس رائدا وأسعدهم باليمن والبركات، وأقبلت نحو الماء حتى حسبتني أنا الماء مما غبت في الجرعات، وعدت من الرؤيا وعدت من الرؤيا فجاشت قريحة فأدركت، وعدت من الرؤيا وجاشت قريحة فأدركت أن السر في الرشفات، وأبصرت وأبصرت تحت الشمس ظلا لقائل له سمت أشباهي وشبه سماتي، له مثل أسحاري ومثل أصائلي ومثل أحبائي ومثل عداتي، ألا ليت شعري هل أقولن قولة فتسري مسير الريح بين رواتي، بأني إذا ما الشعر أصبح غابة زأرت ورد الكون بالهمسات، وفارقت من ليست بصبر تعينني ولا هي تنهاني عن الهفوات، وفارقت من ليست بصبر تعينني ولا هي تنهاني عن الهفوات، وكم غادة باتت تحدث نفسها بفارس أحلام له كصفاتي، فتى داره لا يعرف البخل بابها ولا يرشق الجارات باللمحات، إذا هو صلى كبر الناس خلفه وإن هو غنى رددوا كحداتي، ولفرس إن جد جري تقدمت وفاتت سهام العين أي فواتي، نهاري وليلي عامران كلاهما ولا أقتدي إلا بركب هداتي، ولا أصطفي إلا النجوم لخلوتي، يا سلام، وليست لأجرام النجوم شكاتي، ولا أنا إلا صادر وما أنا إلا صادر عن سجيتي، ولا أنا مغموم بما هو آتي، فحلوا تراني ما صفت لي مشاربي ومرا إذا هز الزمان قناتي، أقول لمن باتت لأمر تلومني ألا فاصبري حتى تحين وفاتي. إيه يا قلب ما لجرحي دواء، يثعب الجرح لا تكل الدماء، ما لقلبي يذوب حبا وشوقا بحبيب يحق فيه الثناء، الثريا بناظريها حجار والبحار كراحتيها عطاء، والبرايا وما البرايا فداها إن في مثلها يطيب الفداء، من يقول بأن إفرست على قمم الكون والجبال هراء، رأس محبوبتي أجل وأعلى كم تراء فقبلته السماء، هل عرفتم حبيبتي وحياتي بعدها الداء واللقاء دواء، أمي يا تاج رأسي وبل يا رأس تاجي فأنت فيه البهاء، يا ربيع الحنان مذ كنت طفلا ويديك فراشه والغطاء، مسحة منك فوق رأسي نعيم حينها حينها يزول العناء، حجرك المهد بل وعينيك دفء يصمت الدمع حين در الغذاء، ما نطقت بأي قول كأمي قلت أمي فطاب معه النداء. ولي وطن
ولي وطن قد ضم أطهر بقعة وأعظم إنسان فحق لي الفخر. فمن أرضه قد أشرق الكون بالضياء وأذن في سمع الدنا بالهدى ثغر. هو الروضة الغناء طاب نسيمها وفاح بها النسرين والورد والزهر. تنفسته حباً يضوع بخافقي وتهفو له الأقمار والأنجم الزهر. يا سلام، جميل. أرى فيه سلمان الإباء وقد بدا كفجر وكم أزرى بليل الدجى فجر. زعيم سما فخراً ومجداً ومحتداً تواضع، لا زهو لديه ولا كبر. وإن لاح في الآفاق للبغي والعدى بوادر، فيها الشؤم واللؤم والشر، تصدى لها سلمان بالحزم عاصفا بكل عدو جاء شيمته الغدر. وإن لاح في الآفاق للبغي والعدى بوادر، فيها الشؤم واللؤم والشر، تصدى لها سلمان بالحزم عاصفا بكل عدو جاء شيمته الغدر. فقل للذي قد رام مكرا بموطني أبى الله إلا أن يحيق بك المكر. سأفديه بالروح التي في جوانحي إذا ما اعتراه الخوف أو مسه الضر، وأسقي ثراه من دمي غير آبه بما نالني. فالحكم لله والأمر، فلن أعدم الخيرين، إما شهادة وجنة فردوس أو الفوز والنصر. سأبقى أسيرا في هواه وعاشقا ثراه، فنعم العشق للأرض والأسر. فلو أنني خيرت ما اخترت غيره، له الحب والأشواق والشعر والعمر. أتظن أني حين أنثر مهجتي، أتظن أني حين أنثر مهجتي شعراً وأغزل بالقصائد روحي، وأداعب الصبح الندي بأحرفي وبها أضمد في المساء جروحي، وأضيء بالكلمات في غسق الدجى، وترف في صمت المتون شروحي، وترى القصيدة غبوق قلبي، وترى القصيدة غبوق قلبي لذة، والشعر في سكر البكور صبوحي. أتظن أني حين أشعل أحرفي ناراً وأخضب بالدماء سفوحي، وأطير بالحرف المقاوم سابحاً كالطير أخفق والمعارج سوحي. أتظن ذلك كله ليقال ما أحلى القصيدة المستفزة الموحي؟ أتظنني بين القصائد باحثاً عن مجدها الشعري فوق صروحي؟ كلا ورب البيت، ليس يهمني رأي يروز مشاعري وجموحي. كم قيل عني يا شاعر متألق، أو قيل هذا غارق بوضوحي. ولكم رفعت إلى السماء بمدحة وخفضت ذمًا كالصدى المبحوح، ما عدت آبه للكلام، وإنني لي غاية بالشعر قدر طموحي. أنا أنظم الكلمات شعرا صادقا وأغيثها من مدمع المسفوح، لتضيء أضواء الحقائق حرة في عالم يخشى من التصريح. قالوا نعدك شاعرا، لكن متى أقبلت نحو الملتقى المفتوح وغضضت طرفك عن سوادر سنحة ما بين تصريح إلى تلميحي؟ يا ليتهم علموا بأن قصيدتي مزجت بخفق مواجعي وقروحي، وبأن بوحي في القصيد تفاؤل يحكى بنبض شاعر وفصيحي. أما ثقافتهم فلست أريدها، شتان بين موله ومشيح. لأن الشاعر يقول: إنما الشعر روعة الفن تبدو في نبيل من البيان وجرس. فالشعر فن،
ويعني ركيزتين أساسيتين فيه، البيان والمعاني والجرس الوزن أقصد. ولأنه فن أصبح الشاعر مسؤولا عن إيصال الرسالة للناس، وهذا منذ قديم الزمان، وهذا بشكل عام حتى في الفنون الأخرى. الآن المهتمين بالفنون يستطيعون أن يحفزوا الهمم ويرتقوا بالناس، بل ويصنعوا الوعي لديهم ويغرسوا مفاهيم جديدة، كل هذا بالفن يعني. ولهذا يتبين خطأ من يظن أن الفن إنما هو ترف، وإنما هو بحث عن جمال فقط. وهناك أمثلة لو أردنا أن يعني نطبق الكلام عليها. أفر إليك من وهمي وظني، مضيئا كالسراج المرجحني. أفر إليك من وهمي وظني، مضيئا كالسراج المرجحني. أفر إليك من سجن الخبايا إلى روض التباشير الأغني. أفر إليك منطلقا لفجر صفي النور رقراق التثني، يداعبه الصبا فيجود طيبا رقيق البوح مؤتلق التمني. إلى إشراقة البوح المرجى أفر إليك من ريب التأني، كم اغتال السكون بزوغ حرفي وأودعه السلو بلا تجني. تغلغل في حنايا البوح وهنا ثقيل الظل في خطو المسني، ليسلب من عيون الشعر نورا وكان البدر في وصف المكني. حنين الروح للأبيات يصلى بنيران التفاهة في تأني، فيا طول المساء وما احتواه رهابا بث في توهيم جني. أغثني يا صباحي وانتشلني، وفي قلب البيان بك احتضني، لأشرق منك نصا ألمعيا وتشرق بامتنان الشعر مني. أفر إليك من وهمي وظني، أفر إليك عن صمتي وعني، إليك إلى حماك عن الرزايا، إليك إلى حماي عن الرزايا. مجني إن طغى ليلي مجني، إلى ركن الصباح إلى انتمائي، إلى شمس النثيث المطمئني، لأقطفها بواكير القوافي وأنظمها ترانيم المغني. الإلقاء أعرفه بأنه فن إيصال المعنى وتجسيده بجميع الوسائل الممكنة. إذن هو فن ليس مجرد علم يحفظ، وإيصال المعنى يجب أولا أن تفهم المعنى ثم تجسده في حالة حزن، في حالة فرح، في حالة حماسة، في حالة الغزل. كيف أجسده؟ بجميع الوسائل الممكنة للمتلقي، سواء كان مبصرا أو سامعا كما في الإذاعة، بجميع الوسائل الممكنة التي يمكن أن تؤديها. أذكر بالمناسبة كنت رئيس لجنة في مسابقة إلقاء لطلاب مدارس، فيخرج أحد الطلاب وكان رائعا ما شاء الله في إلقائه، طالب من المرحلة الابتدائية، فيتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: فمن غار حراء شع النور للورى. جميل. فبعد الانتهاء أثنيت على الطالب وعلى أدائه، قلت: ولكن لعله يبحث ما معنى كلمة الورى، وكتبتها لهم بين الورى بألف وهمزة والورى الألف المقصورة، ووضحت بأن الورى بمعنى الناس تناسبها حركة أخرى غير الورى التي هي عكس الأمام تعني الخلف. فأتى لي الأستاذ قال: والله يا أستاذ عبد العزيز نبهته أكثر من مرة، لكن هكذا أنا أقول بأن ثقافته طالب في الصف الثالث ابتدائي لا يعرف وراء إلا عكس أمام. وراء يعني كذا، لا ما يصير، فهكذا يتخيل، فلذلك رسخت في ذهنه بفهمه بأنها هذه الصورة. يخرج طالبان في إلقاء جماعي، فأحدهم يقول: أنا أحب بلادي، والآخر يقول: وأنا أكره المعتدين. بنفس الحركة بنفس الحركة نفس النبرة. قلت في شرحها:
أو إيضاحها لهم بأن الحب غير الكره، وبأن بلادك غير المعتدين، فابحث عن النبرة المناسبة هنا، وابحث عن الحركة المناسبة لها، وكذلك الجانب الآخر. جميل. يمكن أن نقول أنا أحب بلادي، ويؤدي الآخر وأنا أكره المعتدين، حينها فهم المعنى وجسده من خلال النبرة، من خلال الطبقة، من خلال الحركة، كل هذه من الوسائل التي نريد. لا نريد أن يكون أداء الأبيات كلها بالنبرة العالية، وإنما أنظر المعنى، البيت مضمونة معانيه، وحينها سيكون هذا الأداء بالصورة المناسبة. البعض يظن خطأ بأن أداءك حماسي، طيب إذا كانت الأبيات حزينة لمثل هذا، يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان، هل أقول لمثل هذا يذوب القلب؟ لا، فإن المعنى لا يناسب هذا الأمر. بيت لأخينا الدكتور عبد الله بن سليم حفظه الله، عبد الله بن سليم الرشيد، يصلح أن يقال أو كأنه يقال على لسان طفل يتذكر أباه من شهداء الواجب مثلا، فيقول أبي، سأقرأه مقطعا لتلاحظوا تفاوت العواطف وبناء عليه كيف أؤديه. أبي كان لا ما عدت أذكر أمره، بلى كان مقداما على الهول أروع. ما العواطف في هذا البيت؟ تبدأ أبي كان، عاطفة فخر، إذن النبرة يجب أن تكون معبرة عن هذه العاطفة، ثم يقول لا ما عدت أذكر أمره، حالة ضعف إنساني، النسيان، فكيف أعبر عن هذا النسيان؟ أحدهم قال أبي كان لا، قلت يا أخي أبوك كان نعم، ما كان لا، فهذا الوقف في هذا الموضع خاطئ. فأرى مثلا أن يكون أداءها بأداء بناء على هذه العواطف وعلى هذا التماوج فيها، أن يقول أبي كان في حالة فخر، لا ما عدت أذكر أمره، يتذكر، بلى بلى كان مقداما على الهول أروع. إذن قوة، حالة ضعف إنساني، ثم يعود بعد أن تذكر بالقوة التي يريد أن يصل إليها. من الأبيات التي أيضا فيها هذا التماوج بيتان من قصيدة لي، كأنه السيف، لا فالسيف منثلم، كلمة منثلم فيها ضعف في معناها، هبوط، إذن أعبر عن هذا المعنى بهذه النبرة، كأنه السيف، لا فالسيف منثلم ولم يزل ماضيا بالعزم حداه، كأنه النار، هنا قوة، لا فالنار خامدة. الله. ماذا لو قلت لا فالنار خامدة؟ نعم العكس تماما، ما يليق، شوهت البيت بالألقاب. كأنه النار، لا فالنار خامدة وقلبه مرجل لم تخب فحواه. جميل جميل. أبيات أخرى تحتاج إلى نبرة واحدة هادئة، بيت لي أيضا، يا راحلين يا راحلين وكفي لا تودعهم لأنها شغلت بالدمع منهمرة. هنا لا ينفع النبرة العالية، بخلاف لو قرأت بيت المتنبي، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، هنا لا تلقيه وأنت على الأرض، تحتاج إلى بين قوسين لجوانح أن تحلق بها، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرط، الطاء حرف انفجاري اضغط عليه ثم فجره، والقرطاس والقلم، كل كلمة تضيف معنى قوي. جميل. في هذا، ولهذا فهم المعنى جيدا يساعدك على تجسيده بجميع الوسائل. انت ذكرت بيت ذكرني بقصيدة أداها الأستاذ ماجد لأبي البقاء الرندي في رثاء الأندلس. نعم. وشاركت بها في عمل أنتج يعني بمناسبة ذكرى سقوط الأندلس عام. نعم. يعني بمناسبة مرور 523 سنة على سقوط الأندلس. نعم. يبدو أن الأندلس هذا استطراد بسيط، لو سمحت لي يا أبو أصيل، تمثل لك ذكريات خاصة. نعم. أو يعني استرجاع لتاريخ الأمة الإسلامية في الأندلس آنذاك. نعم. ودي بتعليق على هذا. أول شيء أنا أريد أن أعلق على ما شاء الله يعني إشارات شاعرنا الكبير
يعني إشارات جميلة جدا، وهذا يعني يعطيك مختصر وملخص كيف تلقي النص الشعري. أنا دائما أشبه النص الشعري بكراسات رسم الأطفال، تجد كراسات الرسم هذه تأتي رسمة بالأسود والأبيض، مثلا وجه وشعر كلها أسود وأبيض، هذا هو النص الآن أمامك، هو بالأسود والأبيض، ثم تعطي الطفل الألوان وتقول لون، لون الأعين، لون الشعر، لون الوجه، لون الرقبة، الفستان أو الثوب أو نحو ذلك. إذا لون على قدر ما يعني يكون بارعا في التلوين، هو سيكون يعني لو نقلناه إلى النص سيكون بارعا في إيصال النص للمستمعين. بالنسبة للأندلس لا شك أنها يعني يعني مشاعر عند المسلمين بأجمعهم يعني، وخاصة من اهتم بهذا التاريخ أو ذهب وشاهد تلك الحضارة. قبل قليل كنت أنا والأخ عبد الله قبل قليل نتكلم أيضا عن هذا يعني هذا المحور، وكان أيضا مهتم كثير في تاريخ الأندلس، فهو عند الجميع، عند الجميع الأندلس لها شجاع آخر، أيضا عند الشعراء لأن الأدب الأندلسي له حضور يعني في غير يعني الأدب الأندلسي بالذات عن جميع أنواع الأدب وصور الأدب في العصور الأخرى له اختصاصات وله جمالياته غير الأدب صحيح. في أي مكان آخر. جميل. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وبإذن الله موعدنا كما قال أخي راشد، أخي أبو راشد، أنه بإذن الله سوف يكون هنالك طلة أخرى ولكن بشكل جديد في موسم قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.